اهلا بيكم في اول محاضره من كورس ميكانيكال يونت اوبريشنز. اول محاضره في الكورس بتكون تعريف بالكورس ومعنى اسمه ايه والتوبكس اللي هتتاخد فيه، وبدايه بسيطه في اول شابتر اللي هو شابتر 1. اول حاجه، ايه معنى اسم الكورس او ايه معنى كلمه اوبريشن؟ اوبريشن يعني عمليه، وبرده بروسس يعني عمليه، بس امتى نقول على الحاجه دي اوبريشن وامتى نقول عليها بروسس؟ بنقول اوبريشن لو عندنا في فيزيكال تشينج بس من غير اي كيميكال رياكشن، زي مثلا بنفصل حاجتين عن بعض من غير كيميكال رياكشن، بنعمل كريستاليزيشن، بنعمل ايفابوريشن، فلتريشن، وحاجات تانية هنقولها في الكورس بتاعنا. فاحنا الكورس بتاعنا مختص بالحاجات اللي ما فيهاش كيميكال رياكشن. امتى نقول بروسس؟ لما بيكون عندنا عمليه فيها كيميكال رياكشن، زي الديكومبوزيشن، الهيدروليسيس، والهيدريشن. دول موجودين في كورسات تانية مش معانا هنا. اليونت اوبريشنز متقسمه 3 فروع: الميكانيكال اللي هو الكورس بتاعنا، وهناخد فيه التوبكس اللي هنقولها بعد شويه. الهيت ترانسفير والماس ترانسفير دول كورسين برضو يندرجوا تحت كلمه يونت اوبريشنز، بيتاخد فيهم برضو طرق فصل ما فيهاش كيميكال رياكشن، زي مثلا الايفابوريشن بتتاخد في الهيت ترانسفير ومعاها حاجات تاني، الماس ترانسفير فيها كريستاليزيشن وديستيليشن وابزوربشن وحاجات تانيه كتير كلها ما فيهاش كيميكال رياكشن. فالثلاثه دول يندرجوا تحت كلمه يونت اوبريشن، لكن احنا ميكانيكال اللي هو فيه حاجات فلتريشن مثلا وحاجات شبهها كتير هنقولها في الكورس في التوبكس بعد شويه. دي التوبكس بتاعتنا، لو نلاحظ كده هنلاقي كلها حاجات عباره عن ايه؟ ستورج اوف سوليد ترانسبورتيشن، ازاي بننقل حاجه من مكان لمكان، سوليد باودر من مكان لمكان، ازاي بنعمل سايز ريدكشن، ازاي بنعمل سكريننج، فلتريشن، سيتلينج، سنتريفيوجيشن، ميكسنج، حاجات كلها زي ما اتفقنا ما فيهاش اي كيميكال رياكشنز. التوبكس كتير شويه، فهي بتتاخد على ترمين، اللي على الشمال دول بيتاخدوا في اول ترم عاده يعني، واللي على اليمين بيتاخدوا في تاني ترم. فهي بس مش شرط يعني، ممكن يجي مثلا توبيك ده يجي في تاني ترم اللي هو الفلودايزيشن، يعني على حسب الدنيا بتمشي، على حسب الوقت يعني، وحسب الدنيا ماشيه ازاي. لكن عاده الشمال دول اول ترم، اللي على اليمين دول تاني ترم. الريفرنس بوك بتاعنا اسمه يونت اوبريشنز اوف كيميكال انجينيرنج 7th اديشن، هنلاقيه بسهوله اونلاين، ممكن ندور باسم الاوثرز اللي هم ماكاب اند سميث. بس طبعا المحاضرات والنوتس كافيه، بس الريفرنس برضو لو حد حابب يشوف حاجة اكتر. نبدأ في اول شابتر اللي هو اسمه Properties of Particulate Solids. كلمة Particulate Solids معناها Solid Powder، يعني رملة، زلط، طوب، Solid متكسر. ليه ايه لازمة الشابتر ده؟ الشابتر ده اساس لكل الشابترز اللي جاية، لان الشابتر اللي جاي لو خدنا بالنا من التوبكس بيتكلم على الستورج اوف سوليدز، ازاي نخزن سوليد بارتيكوليتس. الشابتر اللي بعديه ازاي ننقل سوليد بارتيكوليتس من مكان لمكان، ترانسبورتيشن. بعد كده قدام بناخد فلتريشن، ازاي ننضف ليكويد من سوليد او نفصل سوليد عن ليكويد. فلازم اول شابتر ده يكون ناخده الاول، لان هو اساس لكل اللي جاي بعد كده. ليه اصلا بنتكلم على البارتيكوليت سوليدز؟ لان زي ما مكتوب هنا كده في جريد نمبر اوف كيميكال اندستريز، في صناعات كتير كيميائيه موجود بارتيكوليت سوليدز على شكل مواد خام او برودكتس. مثلا الكالسيوم كربونات والكلي دول مواد خام بتوع صناعه الاسمنت، الفوسفات روك هو الماده الخام الاساسيه لصناعه الاسمده، السودا اش والكوارتز واللايمستون في صناعه الازاز. فبالتالي عندنا الشابتر ده بيهتم ويختص كده ان احنا نفهم الخصائص الاساسيه للسوليد بارتكلز. الخصائص الاساسيه دول 3 حاجات: دينستي وشيب. من ناحيه الدينستي عارفينها، الشيب اللي هو من ناحيه الشكل الهندسي بتاع السوليد ده، تكسير يعني، هو متكسر شكله ايه، السايز بتاعه ان هو ناعم او خشن او كده. الشكل الهندسي والكثافه والسايز بتاعه بيفرقوا طبعا في التخزين والتعبئه بتاعتهم والنقل. هنشوف بقى واحده واحده من ال3 خصائص دول. اول حاجه الدينستي، طبعا عارفين دينستي يعني مساحه على فوليوم، دي ما فيهاش جديد. لكن هنا الفوليوم بيكون ليه كذا شكل او كذا نوع فوليوم، زي ما مكتوب هنا عندنا حاجه اسمها بالك فوليوم. ايه بالك فوليوم ده؟ ده مجموع ترو فوليوم اوف سوليدز، او بنسميه سوليد فوليوم، او بنسميه رمزه كده في بارتكلز، ان ذات اوف ذا بورز بنسميه في بورز. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا هنا الحجم كله اللي واخده السوليد ده كده في المكان اللي هو الاسطواني ده كده، ده بنسميه بالك فوليوم. امال ايه السوليد فوليوم؟ السوليد فوليوم هو الحجم الفعلي بتاع السوليدز بس من غير الفراغات، الهواء اللي بينها وبين بعض، الهواء الابيض ده، الحاجات البيضه دي كده، دي كده اسمها في بورز. الازرق هو ده كده الفي سوليد او الفي بارتكلز. مجموع الفي بارتكلز اللي هي الازرق زائد الفراغات يدينا الفي بالك.
فبالتالي الملخص عندنا في الجزء اللي تحت ده ان احنا كده عندنا نوعين من الدنسيتي، ولازم نفرق بينهم كويس جدا، ولازم نعرف امتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي. اول حاجه البالك دنسيتي، لو قسمنا الماس على البالك فوليوم. تاني دنسيتي عندنا حاجه اسمها بارتكل دنسيتي، البارتكل دنسيتي لو قسمنا الماس على البارتكل فوليوم. لازم نفرق كويس جدا بين الاثنين دول. ايه العلاقه اللي بتربط ما بينهم، او العلاقه اللي بتربط ما بين البالك فوليوم والبارتكل فوليوم؟ حاجه اسمها البروسيتي. كمان البارتكل دنسيتي زي مكتوب هنا بنسميها ترو دنسيتي ساعات. البروسيتي نسبه الفراغات اللي موجوده في السوليدز دي، بنسمي رمزها ابسلون، وطبعا النسبه بتكون اقل من واحد. البروسيتي هي حجم الفراغات بالنسبه للحجم الكلي. حجم الفراغات زي ما اتفقنا من شويه هي ايه؟ الفراغات اجيبها منين؟ الحجم الكلي ناقص الحجم الفعلي للسوليدز اللي هو الفي بارتكل، في بالك ماينس في بارتكل على في بالك، يعني واحد على واحد ماينس في بارتكل على في بالك. لو عايزين نعملها بدلاله الدنسيتي هتبقى كده، ان احنا نشيل بقى الفي بارتكل ونحطها بدلاله الماس والرو بارتكل، ونشيل الفي بالك ونحطها ماس و ماس ورو ورو بالك، يطلع لنا المنظر كده معكوس عكس بعض، لان طبعا الفوليوم والدنسيتي في تناسب ما بينهم عكسي. دايما البالك فوليوم طبعا بيكون هو اكبر، البالك فوليوم دايما اكبر من البارتكل فوليوم، لكن الكثافه العكس، البالك دنسيتي اقل من البارتكل دنسيتي. الجدول ده بيتكلم على البالك دنسيتس والبارتكل دنسيتس لمواد مختلفه، الاسمنت لايم ستون دراي ساند. هي دي كده بارتكليت سوليدز، دي كده اشكال البارتكليت سوليدز، اسمنت ولايم ستون ودراي ساند، الحاجات البودره جرافل الكول والكوك، كل دي حاجات تندرج تحت بارتكليت سوليد. دايما هنلاقي ان البالك دنسيتي دايما اقل من البارتكل دنسيتي، لان البالك فوليوم دايما اعلى من البارتكل فوليوم. ليه؟ لان في فراغات موجوده، والبالك فوليوم بيبقى حجم السوليد نفسه زائد حجم الفراغات، فبالتالي هو اكبر من حجم السوليد نفسه بالفرق بتاع حته الفراغات دي. كده خلصنا الكثافه. تاني حاجه تاني بروبرتي البارتكل شيب. البارتكل شيب عشان نفهمها كويس لازم نبدا الاول بان احنا نعرف نشوف لو عندنا البارتكل ده. طبعا دي اكتر حاجه شائعه، ان احنا نعتبر البارتكلز اللي عندنا البودره اللي عندنا ان كل بارتكل لوحده على شكل كوره، على شكل سفير. فلو عندنا سفيريكال بارتكل الديامتر بتاع الكوره دي هيبقى دي بي، السيرفيس اريا بتاعه الكوره هتبقى اللي هي 4 باي ار سكوير او باي دي بي دي بي سكوير، والفوليوم بتاع السفير اللي هو 4 على 3 باي ار كيوب هو نفسه باي على 6 دي بي كيوب. هي بالظبط لو جبناها من الرول اللي احنا عارفينها بتاعه الار، هتطلع شيل ار وحط دي اوفر 2 يطلع المنظر ده. فالاريا كده والفوليوم كده. في حاجه اسمها نعرفها اسمها سبيسيفيك اريا بير يونت فوليوم او اس. الاس دي هي الريشيو ما بين الاريا على الفوليوم. فلو جينا جبنا هنا الريشيو ما بين الاريا دي على الفوليوم ده، باي مع الباي هتروح، والدي بي سكوير مع دي بي سكوير من تحت يفضل دي بي واحده، والسته موجوده يطلع لنا الاس هنا 6 على دي بي. طب لو احنا طبقنا نفس يعني الرول دي، شفنا الاس شكلها عامل ازاي، شفنا الاريا بير يونت فوليوم، لو عندنا كمان شكل كيوب، لو عندنا شكل كيوب والايدج بتاعه اي او اكس اي حاجه، يعني الطول بتاعه اللينس بتاع الجوانب بتاعته طبعا ثابته ان هو كيوب مش كيوبويد، فاللينس بتاعه متساوي في طول عرض ارتفاع زي بعض، فالاريا بتاعته هتبقى كل وجهين في بعض وست مرات، لكن يعني مربع في طول في عرض وبعدين في ست مرات، فهي 6 في سكوير. الفوليوم طول في عرض في ارتفاع اللي هو اي كيوب. فلتيجة تقسم الاريا على الفوليوم يطلع برضو الاس بتساوي 6 اوفر اي. فالاتنين ايه التشابه ما بينهم؟ التشابه ما بينهم الاتنين 6 على دايمنشن. وايه الدايمنشن ده؟ سواء الديامتر في السفير او الايدج لينث في الكيوب، الاثنين دول بنسميهم المين دايمنشن، لان هي السفير ما فيهاش غير ديامتر والكيوب ما فيهوش غير ايدج لينث. ففي طب ايه التشابه برضو التاني ما بين السفير والكيوب؟ السفير والكيوب هما الاثنين بنسميهم ريجولار شيبس، هما الاثنين اشكال منتظمه ما فيهمش ابعاد غير بعد واحد بس. ففي حاله السفير وحاله الكيوب يمكن هما دول الشكلين الوحيدين المنتظمين، الاس بتكون 6 على دي بي، او مش على دي بي بقى، هنقول 6 على المين دايمنشن، والمين دايمنشن ده بيكون بالنسبه للسفير هو الديامتر وبالنسبه للكيوب هو الايدج لينث. طيب لو عندنا اشكال تانية لا هو الشكل لا سفير ولا هو كيوب، فساعتها بنقول ان ده كده ايريجولار. فايريجولار بيبقى الاس بتاعتها هتبقى عامله ازاي؟ الاس بتاعته هي نفس اللي احنا طلعناه بس مش صح قوي، فعشان تبقى صح
بنعمل كوريكشن. بنعمل كوريكشن بايه؟ بنحط حاجه اسمها لندا، اللي هو ده كده بنسميه شيب فاكتور. يعني خلاصه الكلام ان الاس لاي شكل من الاشكال 6 على المين دايمنشن، مش اي شكل من الاشكال، اشكال منتظمه، لو شكل منتظم الاس 6 على المين دايمنشن، واللندا ده هيكون واحد. واحد دي معناها ان الشكل منتظم، منتظم 100%. اللندا دي لما تبقى عندها ديفيشن عن ال1، في هي 0.9 1.2 في ديفيشن في اللندا دي، يبقى معنى كده ان الشكل ده شكل غير منتظم. فاللندا ده بنسميه كوريكشن فاكتور، بياخد في اعتباره بقى حته الشكل اللي هو مش منتظم ده. مقلوب الشيب فاكتور او مقلوب اللندا اسمه سفيريسيتي، هما الاثنين بيساوي واحد. نخلي بالنا من الحته دي، هما الاثنين بيساوي واحد لو الشكل ايه، لو الشكل منتظم. منتظم يعني مين؟ يعني سفير او كيوب. غير كده اللندا دي هيكون ليها قيمه غير ال1، زي ما نشوف الجدول اللي جاي. الجدول ده لو حاجه سفيرة اهي، سفير كربيتس دي 1 خلاص، شيب فاكتور 1. والسفريستي، سفريستي 1 على لندا، السفريستي 1 برضو. راوند ساند، يعني الساند بيكونش بقى سفير سفير، يعني حاجات شكل بيضاوي كده شويه، فالشكل البيضاوي ده لندا 1.2. اشكال تانية زلط هيبقى 1.3. دي جايه من تجارب وجايه محسوبه، وفي مسائل في الشيت عليها تبين ممكن نحسبها ازاي لشكل غير منتظم. بس هنا السفرستي مقلوب، يعني ده كل مرة واحد على لندا يدينا الفاي او السفرستي اللي هي دي. كده احنا خلصنا اول حاجتين، اللي هو الدينستي والبارتكل شيب. عرفنا خلاص البالك دينستي والبارتكل دينستي والعلاقة اللي بتربط ما بينهم البروستي. فلو عارفين البروستي وبارتكل دينستي، ممكن منها نجيب البالك دينستي والعكس. عرفنا البارتكل شيب، واهم حاجة فيه الاس اللي هي الاريا بير يونت فوليوم، والشيب فاكتور اللي هو لما بيبقى بواحد بيكون كده الشكل منتظم. منتظم يعني سفير او كيوب، اي حاجة تانية هتبقى لندا ليها قيمة. فكده دلوقتي نبدأ بقى في البارتيكل سايز، اللي هو بيقول بقى ايه يعني الديامتر بتاع كل بارتيكل، مش كل واحد بقى لوحده. يعني هنطلع افريج ديامتر مثلا الباودر ده، الباودر اللي في ايدينا ده مطحون تقريبا، بحيث ان هو كل حاجة منه تقريبا كام ملي، كام سنتي. فده السايز، السايز يعني من ناحية الحاجة مقاسها قد ايه. السايز بيتقاس بحاجة اسمها equivalent diameter. الequivalent diameter هو البارتيكل ده، هنلاقي نفسنا ليه علاقة بالكلام اللي عدى من شوية. is the main dimension if the particle is equidimensional dimensional، يعني equidimensional اللي هو منتظم اللي هو regular. فلو البارتيكل يعني في الدايمنشنز بتاعته حاجة واحدة، زي السفير كده، هو الديامتر من الناحيه دي من الناحيه دي هو واحد، ما فيش ابعاد تانية غير الديامتر. او الايدج لينس في حاله الكيوب الشكل منتظم، يعني زي ما اتكلمنا عليهم من شويه. فساعتها الايكوفلنت ديامتر بيكون هو المين دايمنشن اللي هو الديامتر في السفير، او الايدج في الايدج لينس في الكيوب. ساعتها بنقول هو ده كده المقاس بتاع السوليد باودر ده. لكن لو كان البارتكلز الريجولر، يعني اسطوانات بقى، اسطوانات مقفوله، اسطوانات مفرغه، كيوبويد، فساعتها هيبقى taken as the second largest dimension. لو بس امتى؟ لو الريشيو بتاعت اكبر طول لاقل طول اقل من 2. دي هتبان في مسائل لازم نحل عشان تبان في المسائل الحته دي. تاني احنا دايما البارتيكل سايز بيبقى هو الايكوفلنت، او الايكوفلنت بتتعمل بحاجه اسمها ايكوفلنت ديامتر. الايكوفلنت ديامتر ده اللي هو ايه؟ المقاس المكافئ يعني. مثلا فهو لو كان شكل منتظم سفير، هو الديامتر بتاع السفير هو الايكوفلنت ديامتر. لو كان الشكل كيوب خلاص هو الايدج لينس. كل ده على فكره فين؟ هو الدي بي. الدي بي اللي هو في الاس، الاس كانت 6 لندا على دي بي. فالدي بي ده هو مين؟ يعني هو خلاص لو سفير خلاص هو دامتر، لكن انا يعني مش كل الاشكال هي دامتر. او لو كان في الكيوب هو الاي اللي كان برضو في الرول اللي استنتجناه. لو اي شكل تاني بقى هيبقى هو السكند لارجست دايمنشن، لو الريشيو ما بين اطول طول في الشكل ده واقل طول اقل من 2، ساعتها هناخد تاني طول second largest dimension. لو النسبة اعلى من 2 هناخد الماكسيمم دايمنشن. اي if this ratio exceeds 2 then ساعتها هتبقى مفضل ان احنا ناخد اللارجست دايمنشن. يبقى احنا عندنا سكتين بنشوف دايما كده عشان نعرف الايكوفلنت دايمتر ده كام لشكل معين. بشوف الشكل ده اطول طول فيه كام واقل طول فيه كام، اقسمهم على بعض. لو الريشيو ما بينهم اقل من 2 يبقى بناخد تاني طول، لو الريشيو اعلى من 2 يبقى ناخد اكبر طول.
الحته برضو دي مهمه، هو بيقول لك ان البارتيكل سايز sometimes refer to the dimension that will normally pass through the sieve opening. يعني عشان كده معمول حته الريشيو دي، لو شكل طويل قوي، لو شكل حاجه الطول بتاعها اطول بكتير من عرضها، فهي اكيد هتقف على الطول الكبير ده، مش هتقف على الحته الرفيعه، هتقف على الطول الاكبر. فعشان كده الحته دي هي اللي بتحكم ان هو ناخد مين الايكوفالنت ديامتر على حسب الريشيو بتاعت اطول حاجه واقل حاجه، عشان هتعدي ازاي من المنخل. يعني لو احنا حطينا البودر ده على سيف على منخل هيعدي ازاي، فهو اكيد لو حاجه رفيعه قوي، حاجه كده مثلا زي القلم، فلو حاجه زي القلم كده محطوطه مثلا، يعني محطوطه على المنخل، فاكيد هو هيقف على الطول الكبير، مش هيقف على الحته الصغيره. فعشان كده لو الريشيو اعلى من 2 ما بين اطول طول واقل طول بناخد اطول طول، لو الريشيو اقل من 2 زي ما مكتوب كده بناخد السكند لارجست دايمنشن. في الحته دي برضو هتبان بمساله. دي كلام سهل، بارتكلز بس مسميات مهمه. بنسمي امتى كورس؟ بنسمي الحاجات كورس لو الديامترز بتاعهم بيبقى من سنتيمترز لمليمترز، ده كده يعتبر حاجه كبيره، الكورس ده خشن. بنقول عليهم فاين، فاين يعني ناعم. الناعم ده لما الديامتر يكون بتتراوح ما بين من عشرات لمئات المايكرونز. فيري فاين، ناعم جدا لو البارتكل سايز بيبقى في رينج الفيو مايكرونز او اقل من فيو مايكرونز. فمهم قوي نعرف الكورس فاين، كورس خشن، فاين ناعم، وفيري فاين ناعم جدا. ساعات بنقول حاجه اسمها كراشد برودكت. كراشد برودكت بيبقى في حاجتين، في الاثنين بقى، في خلطه بي، يعني خلطه من كل كده، في ناعم وخشن. لكن بس كورس وفاين ما فيهوش فيري فاين. كلمه كراشد برودكت منتج متكسر، فمتكسر بقى فيه خشن وناعم شويه. لكن لو جراوند برودكت، مهم جدا برضو نفرق بين الاسامي دي، جراوند برودكت، جراوند يعني منتج مطحون، فالمطحون ده هيبقى فيه فاين بس وفيري فاين. عشان بقى نفصل الحاجه اللي كورس وفاين وفيري فاين، بيستخدموا حاجه اسمها ستاندرد سكرينز سيريز اور ستاندرد سيفز. مناخل، المناخل دي بتكون ستاندرد ليها ابعاد معينه وموجوده في الان اورجانيك تكنولوجي لاب، المفروض تكون نشوفها يعني. فالستاندرد سكرين سيريز دي بتبقى عباره عن مناخل فوق بعضها، طبعا بتترص من اللي هو اوسع منخل فوق والاضيق تحت لحد ما تقفل خالص تحت. بنستخدمها تو ميجر ذا سايز اند سايز ديستريبيوشن اوف بارتكلز. يعني لو احنا عندنا كده كيلو رمله، الرمله دي حطيناها على المناخل، فهنشوف بقى لما كل منخل يتوزع عليه شويه، نقدر نحسب بقى بعد كده، نقدر نعرف كام في الميه من الكميه دي السايز بتاعهم كذا، كام في الميه السايز بتاعهم كذا، على حسب هم كل الكميه وقفت على انهي منخل، الناعم ولا الواسع ولا الضيق ولا ايه، وهنحسب بقى نشوف هم في الاخر تقريبا كده ممكن يبقى السايز بتاعهم كام. يبقى عندنا الستاندرد سكرين سيريس او الستاندرد سيفز، دي الحاجه اللي بنستخدمها عشان نقيس البارتكل سايز بتاع باودر. بيبقوا هنا، بيبقوا في سايز رينج من 80 ميلي ل 40 مايكرون، وممكن اعلى، او يعني ممكن يكون ده كده ازيق كمان من كده. زي ار ميد اوف اوفن واير سكرينز، بتبقى شبكه. في حاجه بقى اسمها مش دايمنشن، مش اند دايمنشنز فوتش ار كيرفولي ستاندرايزد. المش بقى دي، كلمه مش دايمنشن دي مهمه جدا. الستاندرد سيفز بتتقاس بحاجه اسمها مش سايز. ايه المش سايز؟ الاوبننج، اولا الفتحات زي ما نشوف كده في الصوره جايه، الفتحات بتاعه المنخل بتبقى شبكه، يعني حاجات محطوطه بالطول، سلك بالطول وعليه سلك بالعرض، فبتبقى مديانا فتحات مربعه. الفتحات المربعه دي بنقيسها بالمش سايز. ازاي؟ المش سايز معناه عدد الفتحات، نمبر اوف اوبننجز بير لينير انش، عدد الفتحات في البوصه الطوليه. يبقى المش سايز هو عدد الفتحات في البوصه الطوليه، وهنشوفه ده معناه ايه بعد شويه. الاكشوال اوبننج دايما بتبقى اقل شويه من المش سايز، لان طبعا في سيكنس للواير نفسه، يعني الفتحه هو هيقيس عدد الفتحات في البوصه، طب ما هي البوصه دي كمان شايله فتحات وشايله كمان سيكنس للواير، فعشان كده الفتحه بتكون اقل شويه. الجدول اللي جاي هنشوف كده اللي اكتر كومون سكرينز موجود فيها، الستاندرد الشائعه اكتر يعني. بس الاول قبل الجدول نشوف هنا الشكل اهو اللي احنا بنقوله، ادي السكرين اهي، ده كده شكل سكرين. في منها بقى كتير فوق بعض على حسب الفتحات دي، ممكن فتحه واسعه فتحه اضيق على حسب بقى ايه الاسلاك دي مترتبه ازاي. فهنا المش بقى، لو احنا عملنا زوم وخدنا كده الشبكه دي، خدناها على الجنب ده كده، الفتحات عندنا لو احنا شفنا على اعتبار ان دي بوصه، لو السهم ده كده من اول البوصه لاخر البوصه،
السهم ده او البوصه الطوليه لو فيها 4 فتحات زي ما هو الشكل قدامنا كده بالظبط، 1 2 3 4، 4 فتحات في البوصه الطوليه، ساعتها بنقول ان المنخل ده مقاسه 4 مش، بالمش سايز هو 4، وهكذا بقى. في اسلاك اكتر فهيبقى عدد الفتحات اكبر فيبقى المنخول اضيق، فساعتها هيبقى مثلا 8 انش 12 انش، كل مش قصدي 8 مش 12 مش، هيبقى كل الفتحات بتزيد، يبقى المش ده المش نمبر ده بيزيد، وساعتها معناها ان المنخول اضيق عشان في فتحات اكبر اكتر في البوصة الطولية، فتحات اكتر مش اكبر، فتحات كتير في نفس المسافة، فكل فتحة منهم بقت ضيقة. ده الجدول، وده شكل السكرينز الموجودة في اي معمل. سيت اوف سيفز بتبقى معمول كده فوق بعضها، طبعا هنا فوق خالص ده كده اوسع واحد، واللي تحتيه وهكذا، واللي تحته واللي تحته اضيق 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 لحد ما نقفل خالص تحت. هنا هو كده مثلا المش سايز 4، لما يكون في 4 فتحات في البوصه معناها ان الفتحه الواحده لو بالملي، لو انت حولتها الملي، كل فتحه 4.7 ملي. 6 مش معناها 3.3، 10 مش معناها كده. بصوا بقى راح نلاحظ ايه، ان احنا كده هنا كل اما المش سايز بيعلى الاوبننج نفسها بتقل. ايوه ما هو صح، ما هو لما المش سايز يعلى معناها ان انا عندي فتحات اكتر في البوصه، فتحات عددها اكتر، فبالتالي كل فتحه صغرت، فعشان كده هنا الاوبننج هتقل كل ما